بسم الله الرحمن الرحيم. اثناء المشي في وادي رقمه سعدت ان التقي باحد اخوي الكرام لي اسم الكريم بن ناصر الريسي. نعم. فريق سراي السلام. ما شاء الله جميل. في ولايه الخابوره. اسم جميل للفريق. ما دلاله هذا الاسم؟ ما الشعار الذي يحمله هذا؟ هو من خلال المسمى السلام. نعم ما شاء الله. المودة، المحبة، جميل. التآلف بين الفرق إن شاء الله تعالى. ما أبرز الأهداف التي يحملها الفريق ويتبناها؟ طبعا الفريق عنده رؤية وعنده رسالة. أه. عنده رؤية إنه الفريق إن شاء الله تعالى يتوسع في جميع محافظات السلطنة بإذن الله تعالى. نعم. ويهدف أيضا إلى عمل كتلة شبابية. نعم. تخدم المجتمع بالإضافة إلى المسير. نعم ما شاء الله. وأنتم تشاركون في هذا البرنامج، ما هي الرسالة التي تحملونها؟ برنامج اليوم قصدك؟ أي نعم. اليوم ننقل رسالة مودة وسلام وتآلف ومحبة بين الفرق الرياضية. نعم جميل. نصيحة تحب أن تقدمها من خلال مشاركتك؟ والله أنصح الجميع بالمشاركة في مثل هذه المسيرات. نعم. لأن هذه طبعا تعزز الصحة. نعم. لدى الشباب وتعزز الصحة لدى كبار السن. نعم. خاصة واستغلال وقت الفراغ أيضا. نعم. من النقاط المهمة في المسيرات. بارك الله فيك. نتمنى الجميع يشارك بإذن الله تعالى. لاحظت أيضا حضور أبنائكم معكم. نعم. للمشاركة، ما أهمية إحضار الأبناء في هذه البرامج؟ غرس قيم. نعم. غرس مبادئ، غرس حب الرياضة. نعم. في نفوسهم. هذا الهدف يعني. جزاك الله خير. سعدت بالحديث إليك. جزاك الله خير. آمين. الله يوفقك. ما أعرف